وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. مساء الخير معالي الرئيسة، في ظل احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية طبعا تعجز الكلمات عن التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادة سيدي جلالة الملك المفدى. نبارك لكم طبعا بهذه المناسبة الوطنية، وكلمة تودون توجيهها بهذه المناسبة معاليكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي وبكل معاني الفخر والولاء وصدق العهد والانتماء أن أتشرف برفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، كما وأتشرف أن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة شبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. عادة ما نستذكر في هذه الأعياد الوطنية ما حققته المرأة بدعم من سموها من تقدم وريادة وما قامت به من دور في كل المراحل الوطنية ولا سيما في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى اللي ساهمت في بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق أرقى الإنجازات لوطنها. والتهنئة موصولة إلى كافة المواطنين الكرام الذين يتجدد من أجلهم العهد بمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، فهم يمثلون نقطة الارتكاز للعمل الوطني بما يتمتعون به من روح الولاء لقيادتهم الحكيمة والانتماء للوطن اللي يشكل دافعا لهم لخدمة بلدهم ومستقبله. وطبعا ما يفوتني الإشادة بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية من توجيهات ملكية سامية ومعان رفيعة في تجديد العزم المشترك لمسيرة التنمية والنهضة والتحديث والتطوير. ونستذكر هنا أيضا بكل الوفاء والعرفان إسهامات مؤسسي الدولة العريقة انطلاقا من المؤسس القائد أحمد الفاتح ووصولا لدور والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في قيام الدولة الحديثة والمعاصرة، وكذلك إسهامات فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. ولا شك إن تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يمثل تقديرا مستحقا ويؤكد دعم ورعاية جلالته حفظه الله ورعاه للعاملين في القطاع الطبي وما يقدمون من تضحيات خلال مواجهة جائحة كورونا ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه ويرعاه. ومن الوقفات المهمة والمتزامنة مع المناسبات الوطنية خلال هذا الشهر، هذا الشهر الذي يتميز بأجواءه الجميلة واحتفالاته بمناسبات عظيمة، هو الاحتفاء بالتضحيات الشهداء والأبرار من رجالنا البواسل في ميادين العزة والكرامة والشرف. ونحن في مجلس النواب نؤكد الفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الواجب الوطني وأسرهم الكريمة من معاني الولاء والانتماء والتضحية، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء البحرين ويسكنهم فسيح جناته. كما وأكد جلالته حفظه الله في التطلع نحو مستقبل زاهر بوحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي الوثيق، فإننا في مجلس النواب أيضا نجدد هذا اليوم، لا والله كل يوم، كل يوم نجدد الولاء للقيادة الحكيمة ونعزز العزم في السعي للبر بقسمنا وتحمل المسؤولية الوطنية اتجاه الوطن والشعب الكريم عبر تعزيز الجهود والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الآمال والتطلعات دعما لمسيرة التنمية والازدهار لبحريننا العزيزة. وكما كانت البحرين دائما وستبقى تقدم أروع صورة
لالتفاف الشعب حول قيادته، وستظل دائما وأبدا جنودا مخلصين، وسنظل نحن دائما وأبدا جنودا مخلصين أوفياء للملك وللوطن. وكل يوم وكل عام ومملكة البحرين قيادة وشعبا بألف خير ونماء وازدهار. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب على هذه الكلمة الطيبة.